الأستاذة الدكتورة منى الحديدي، أستاذة الإذاعة والتلفزيون بجامعة القاهرة ورمز كبير من رموز العمل الإعلامي في مصر والعالم العربي، عضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والمجلس الأعلى للثقافة. كرمها الرئيس عبد الفتاح السيسي في يوم المرأة المصرية بوصفها من النماذج المصرية المشرفة والملهمة. حصلت الدكتورة منى الحديدي على العديد من الجوائز والتكريمات تقديراً لإسهاماتها الكبيرة في مجال الإعلام، صاحبة أول وأهم رسالة دكتوراه عن السينما والإعلام، خبيرة في علوم وفنون السينما التسجيلية والإعلان والإعلام الجديد. والدكتورة منى الحديدي عضو لجنة الإعلام بالمجلس القومي للمرأة، بالإضافة لعضوية اللجنة العلمية في المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية. خلال مشوارها الناجح في مجال الإعلام، لعبت الحديدي دوراً مهماً في عملية تنظيم وتطوير الإعلام في مصر، وفي العمل على تعزيز حرية التعبير وتأكيد مفهوم المسؤولية الاجتماعية للإعلام. تهتم الحديدي بدراسة السينما التسجيلية كوسيلة إعلامية ولنشر الوعي والمعرفة، ونشرت العديد من الدراسات والمقالات في هذا المجال، كما اهتمت بدراسة تأثير الإعلان على المجتمع وبرصد التطورات الجديدة في مجال الإعلام. من مؤلفاتها مقدمة في السينما التسجيلية والإعلان والإعلام الجديد والسياسات التحريرية للمواقع الإخبارية الإلكترونية ودور الإعلام في المجتمع وأخلاقيات المهنة الصحفية. نالت الدكتورة منى الحديدي العديد من الجوائز والتكريمات، من بينها جائزة أفضل أطروحة الدكتوراه من جامعة القاهرة عام 1977، وأفضل كتاب في مجال الإعلام من المجلس الأعلى للثقافة عام 1990، وجائزة الصحافة العربية من اتحاد الصحفيين العرب في عام 2000، كما كرمتها جامعة القاهرة بمنحها لقب أستاذ متميز في عام 2010.